فلا يوجد مسيحي في كل العالم يقول إنه هذه الولادة ولادة جسدانية. فالملاك، لاحظ الكلام، المولود منك يدعى ابن الله. والنبوات في العهد القديم عن يسوع المسيح، لأنه يولد لنا ولد، ولد في ملء الزمان، يعني الكيفية هي الولادة عن طريق مريم، ونعطى ابنا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل، أعطى ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإذن المسيح أحبائي هو عطية السماء للأرض، ونعطى ابنا. وبكمل بقول ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا. طب ده اللي حيولد في بيت لحم مكتوب عنه إلها قديرا، ده إشعياء اليهودي بتنبأ 700 سنة قبل ولادة يسوع المسيح. والنبي ميخا بيتنبأ عن ولادة يسوع المسيح في المكان في بيت لحم، ويقول أما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. لاحظ اللي رح يولد في بيت لحم في ملء الزمان، مكتوب الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل.